أهلا بكم في موضوع جديد عن الثعابين، موضوع الناس اللي بتعاملوا مع الثعابين من غير ما تأذيهم من غير ما تضرهم. الحكاية هذه حكاية غريبة شوي. بنسمع في عالمنا العربي عن ناس اسمهم الرفاعية، العيساوة أو العيساوية كما يسموهم في بلاد شمال أفريقيا. الرفاعية والعيساوة بيتعاملوا مع الثعابين بدون ما تضرهم، بدون ما تلدغهم، حتى لو كانت سامة وسمها شديد. والحكاية هذه بس مو في العالم العربي، موجودة حتى في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. موضوع الرفاعية والعيساوة طريقة من الطرق الصوفية اللي بترجع للشيخ أحمد بن علي الرفاعي الشافعي الأشعري سنة 512. الشيخ هذا له عدة أسماء، منها الشيخ الكبير أستاذ الجماعة. طبعا الطائفة هذه بيتعاملوا مع الثعابين زي ما قلنا بدون ما تأذيهم بدون ما تضرهم. عندهم أشياء خاصة، كلام خاص بيقولوا الثعبان، بيتعاملوا معاه كأنه حاجة عادية، كأنه حيوان عادي ما في أي خطورة، مع أنه الرسول عليه الصلاة والسلام استجار من الثعابين ومن شرورها. لو شفنا في مصر وفي شمال أفريقيا خصوصا في المغرب، في ناس بيتعاملوا مع الثعابين وبيلعبوا معاها وبتعضهم في لسانهم لكن ما بضرهم، السم اللي فيها ما بيأذيهم. في حاجة اسمها العهد. الناس هدول زي ما قلت لهم طقوس معينة وبياخدوا حاجة اسمها العهد بينهم وبين الثعبان. طبعا في كلام غريب بيتقال، اخترنا حاجة منها اللي هي بتقول توني بوني كرندس، إن هميت إن جمعت اتخطيت إن قطعت، قف لا تخطي ولا تفوت، تنوي تفوت تموت. أقسم عليك أيها الدبيب بقسم الله الأعظم وبقسم سيدي أحمد الرفاعي صاحب التابوت، أن تقف وتلجم وتنهجر ولا تكن من العصيين لأمر الحق رب العالمين. سمعنا الكلام اللي بيتقال، كلام غريب، كلام محتاج لوقفة، لأنه في كلمات غامضة، كلمات غريبة. الناس هدول أحيانا بيتكلموا مع أي شخص بيقولوا له نحويك، يخلوا الثعبان يعضهم في إذنهم وبالتالي بيصير عنده حماية من الثعابين. الحكاية دي غريبة شوية، لكن اللي بيتعاملوا معه ما هو ثعابين، اللي بيتعاملوا معه نوع من الجن. وأي رفاعي لو قلت له أقتل الثعبان ما حيقدر يقتله، ما حيقدر يقتله. ليش؟ لأنه الجني ما تقدر تقتله إلا بحد شرعي، بالضبط زي حرمة الإنسي، ما يقتل إلا بحد شرعي. عشان كده بيقولوا حاجة اسمها عزيمة، العزيمة هذه خاصة بالجن، يقول لك نعزم على الثعبان. العزيمة هذه خاصة بالجن. يجي الرفاعي أو الشخص العيساوي بيتكلم مع الثعبان بكلام غريب وبيتمتم وبيصفر وبيقول أشياء غريبة، الثعبان بيجي والراجل بيمسكه بدون ما يضره. هذه نوع من الجن. وعشان نتأكد زي ما قلت نخلي الرفاعي يقتل الثعبان اللي طلعه، لأنه أحيانا بيجونا في البيوت وبيقولوا أنه في ثعابين. احيانا بتكون الحكايه هذه نوع من الاحتيال، بيجي واحد يقول انه في البيت في ثعابين وهو شايل الثعبان مخبيه في ملابسه، فبيدخل وبيطلع الثعبان عشان مكسب مادي. لكن لو كان رفاعي عن جد ممكن يدخل البيت
ويصفر ويقول كلام، تلاقي ثعبان طلع من أي ركن من أركان البيت، الرفاعي بيشيله وبيخليه معاه وبيروح. معلومة علمية، بس الثعبان ما يسمع، ما عنده أذن خارجية، أي صوت عن طريق الهواء ما يسمعه، وتكلمنا في حلقة عن الموضوع هذا. فالموضوع هذا ينافي العلم تماما، كيف الثعبان لو كان ثعبان، لو بيقولوا أنه ثعبان عادي، كيف بيسمعهم وكيف بيخرج؟ إيش علاقة الكلام اللي بيقولوه بالثعبان كحيوان؟ الحكاية هذه محتاجة وقفة، محتاجة تفكير. إيش الموضوع بالضبط؟ موضوع ما له علاقة بالثعابين، إحنا بنتكلم على الثعبان كحيوان. أحياناً بيكون جوة البيوت في جن متشكل بصورة ثعابين. الرسول عليه الصلاة والسلام استجار من الثعابين وشرورها، وأمرنا لما نشوف ثعبان داخل المنزل إنه نحرج عليه 3 مرات، وحنتكلم عن الموضوع هذا في ثعابين المنازل. أتمنى لما نشوف حاجة نفكر إيش الحاجة هذه بالضبط، لا نأخذ الأمور كمسلمات نتفرج ونشوف وخلاص، لا نفكر ونشوف الموضوع ده صح ولا في خبايا لازم نعرفها. أتمنى لكم السلامة، شكرا لكم. أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.